فضلكم واش بيدات ما كيستافدوا من الوقت الكافي ديالنا حنايا؟ ولا شي واحد فيكم تيشوف بان وليداتنا مقصرين في الوقت؟ يا زيدي باش نعرف راسي واش كنهضر مع ناس اللي كيعطيو الوقت الكافي لوليدات ولا لا؟ في نظركم واش حنا مقصرين ولا الزويد ديالنا؟ هنا بغيت نعطيكم واحد مثال بسيط جدا. هي واحد القصة بسيطة نتاع واحد الوليد صغير. واحد النهار دخل باه، تلقى باه في الباب، سول باه واحد السؤال غريب. قال له با شحال كتخدم الساعة؟ الأب بواحد الطريقة واحد ردة فعل غريبة قال له علاش؟ قال له فقط بغيت نسولك. قال له كنخدم $50 للساعة. شوية رجع عند الوليد قال له بابا واش تقدر تعطيني $25؟ الأب غضب، واش سولتيني قبيلة فقط باش نعطيك دابا $25؟ دخل الوليد الوليد ديالو سد عليه. بقى الأب واحد شوية الوقت من بعد بدا كيفكر، قال سي فور بوسيبل هاد الوليد ديالي بغا هاد $25، يمكنش كي صديق ديالو عندو حفلة يمكن يشيلو كادو، يمكن بغا يشري شي كتاب غالي أو شي لعبة أو شي حاجة أو شي تطبيق على الإنترنت أو شي مسألة من هاد القبيل. دخل عندو البيت ديالو جلس معاه قال له ولدي فوالا $25. شد هذاك الوليد بدا كيقلب في واحد المجير ديالو، جاب 25 وحده اخرى، جمع داك $50 قال با هكا با عطيني سويعه وقتك. فقط هو كان بغى يشري من وقته لان الوقت غالي، وبالنسبه لنا حنايا ما نحملوش وليدات المسؤوليه التامه، ولكن دائما نشوفوا راسنا واش حنا قادرين نعطيوهم وقت. اولا الا بغيت ندخل لوليدي واحد الفكره في راسو ديال ان اللغه راها اساسيه ومهمه، واش نجي عندو دي مانيير ديريكت ونقول لهم فوالا راك غادي تتعلم اللغه الانجليزيه او الفرنسيه باش واحد النهار غادي تستعملها ملي تولي دكتور او ملي تولي انجينيور، واش هاد القضيه ممكن؟ والوليد مازال في البدايات ديال العمر ديالو، واش ممكن نهضر له على واحد البلان مستقبلي جاي؟ واش ممكن؟ الا شافها ممكنه يا سيدي ماشي ممكن. واش ممكن نقول ليه بانك انت راه غتستعمل اللغه غدا ملي غترجع في واحد المكان كبير بزاف في ليطا؟ واش هذه معقوله؟ الا معقوله نهزو يدينا. واللي كيشوفها ماشي معقوله ها؟ غالبا الولاد الصغار اللي كنهضر معاهم تنقول لهم فوالا هاد اللغه غتقراها مزيانه ولدي لان غدا غتحتاجها في المستقبل ديالك. هو اصلا ما كيعرفش المستقبل شنو هو، وانت كتهضر لي على جوج ديال المتناقضات او واحد المعادله بجوج المجاهيل كي غادي يفهمها. دونك هنا نحاول ما امكن نهضو عنده اكثر. كيفاش نهضر عنده اكثر؟ ممكن ان نهضر مع ذاك الوليد ونقول لهم فوالا شوفوا وليدي العام الجاي راه يكون عندك واحد القسم لا ميتريس وانسيكو لي كوبان كلهم تيهضروا فقط باللغه الفرنسيه، واش انت غتدخل لواحد القسم وانت ما كتعرفش تتكلم بلغتهم؟ هنا داك الوليد تيبدا يفهم، وهذه كنسميوها بالفرنسيه لو ديكلونشور دو لابرونتيساج، يعني هما لي زيتاب الاولى او المراحل. اسمحوا لي لان هي ان كونفيرونس اللي كدار اون اونغلي ولا اون فرونسي، انا عرضتها ماشي لانكم ما كتفهموش الانجليزي ولا الفرنسي بالعكس، ولكن بغيت نتواصل معكم اكثر، هذا هو الفرق. الوغ هنا ذاك الوليد كيحاول ما امكن انه يخدم وهي راسو. دونك هنا شنو كنقلب؟ تنقلب على واحد القضيه سميتها امبليكي لي ليف. شنو معنات امبليكي لي ليف؟ هي ندخلو في وسط لا سيتياسيون، لان كاين واحد البروفير كاين واحد المثل الفرنسي اللي تيقول لك دي الي ليف ايل اوبليوغا انسينا لي ليف ايل كومبروندرا مي امبليكي لي ليف سي لا و إيل غيوسيرا. داكوغ؟ نقولو للوليد شنو ما قلنا له غينسى،
نقريوه غيفهم، ولكن ندخلو في وسط الوضع ونوضحلو طبيعة الحال تما غادي ينجح. مزيان، كيفاش يمكن لي نهضر للولد ديالي على الفرنسية وأنا كنتمي لواحد الدولة كتكلم باللغة العربية؟ كيفاش يمكن لي نقلو داك النقلة النوعية من اللغة العربية بثقافتها اللغة الفرنسية بثقافة جديدة؟ خصني نخلق له قناة التواصل. بالنسبة لواحد الوليد اللي غادي يقرا لونجلي، قناة التواصل ما بين الفرنسية والإنجليزية كاينة. أشنو هي؟ هي داك المصطلحات المتشابهة. بحالاش؟ مثلا نقول له مثلا امبورتون، راه كيفهمها بأن كاينة في لونجلي امبورتانس، فقط كاين داك الفرق في البرونسياسيون. ملي كنهضر له على انتيليجون تيفهمها، راه كاينه انتيليجون حتى في لونجلي. هذه قناة التواصل. بالنسبة لنا حنا في اللغة العربية، كيفاش ممكن ندير له النقلة النوعية من اللغة العربية للغة الفرنسية؟ كاين التشابهات بطبيعة الحال، كاين التركيب ديال الجمل. داك الوليد ديالي ملي تنعلمو من الصغر تنعلمو أدبيات اللغة، كيفاش يعطيني شي واحد كيدير واحد لاكسيون، وشي حاجة كدير عليها لاكسيون، وشي حاجة اللي كتنقلني للشيء الآخر. إذا قلتي له أحمد أكل التفاحة، سهل أنك تعود له أحمد ومونج اللي هي مونجي بنفس الحركة، زائد لابوم اللي هي التفاحة اللي هو كيشوفها. ما نساوش بأن الوليد في بداية الدراسة ديالو تيكون مرتبط جدا بشي حاجة سميتها الصورة. إذا عطيناه الصورة زائد الفعل كنسهلوا له المأمورية، ولكن إلا عطيناه فقط الكتابة راه ما عمرو يمكن يوصلنا لديك الغاية اللي حنا باغيين. هذه من جهة أخرى. من جهة أخرى، أول البدايات اللي داروا دابا حاليا الإنجليزة ولا الأمريكان، يعني لي زونكلو ساكسون، وصلوا لواحد القضية سميتها تي بي آر. شنو معنى تي بي آر في التعليم ديال اللغة؟ هي توتال فيزيكال ريسبانس، يعني أي حركة تيديرها الملقن أو المدرس أو الأب، اللي حنا هنا بصدد نقل الصورة للأستاذ عند الأب باش هو يقوم مقام الأستاذ في الغياب ديالو. كيدير واحد تي بي آر اللي هي عبارة على واحد تحرك جسدي لغوي. ملي كتقول داك الوليد أنا أقول السيارة، وتتحول ما يمكن دير الصوت نتاع لونجون. ملي كتقول مثلا جو سوي بيلوت جو فول مون افيون، إذا تستعمل دائما داك الحركة اللي كتسمى توتال فيزيكال ريسبانس، وهذه من أحدث الطرق العصرية اللي كتستعملها دابا انجلترا وكتقري بها اللغات الأجنبية. متفقين؟ ما ننساوش بأن كاين عندنا ذاك التشابه اللغوي اللي قلت لكم قبيلة في النقل اللغوي. بالنسبة للغات الأجنبية كما هضرنا قبيل المثل ديال اللغة الفرنسية والإنجليزية، ملي كتلقى واحد الأمريكي وتهضر مع فرنسي، الفرنسي تيقول له ميرسي، ولكن ذاك الأمريكي ولا ذاك الإنجليزي تيفهمها ميرسي. هذا كيفهمها شكرا، والثاني كيفهمها رحمة، لأن كلمات كتشابه. بالنسبة لنا حنا في اللغة العربية بغينا ننتقلوا للفرنسية، ماشي دائما ذاك الكلام تنقولوا وليداتنا صحيح، لأن نهار كتقول له سي ان ميسكان، ما عمر هذا الوليد ما يمكن له يفهم بأنه هو المسكين. دائما كاين اللغة الأجنبية كتحمل شي مسائل هي ضد اللغة الأصلية. لو ميسكان عند الفرنسيين كتعني هو ذاك الإنسان اللي كيبين الوجه الحسن، ولكن لو فون ديالو ماشي تنميه. ملي كنهضروا على النية، هو النية باللغة العربية ما كتعنيش ذاك السيد اللي هو نية تيقبل كل شيء، كتعني ذاك الإنسان اللي هو بليد. دونك هنا اللغة إلا بغينا نديرو ذاك النقل كما قلنا قبل ذاك لو بون، راه ما كتكونش دائما صحيحة. خصنا نتعاملو في الدراسة ديال وليداتنا بواحد النوعية ديال الذكاء.